السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي. درسنا اليوم بعنوان آداب سامية، وهو نص قرآني من سورة لقمان الآيات من 17 ل 19. تعالوا يلا نقرأ النص مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. الآيات يا أولاد بيخاطب فيها لقمان ابنه، ولقمان ده احنا واخدينه من جريد 5، انه كان حكيم وكان بيقول للناس نصائح، ومن ضمنها نصائح هذه الآيات الكريمة. يخاطب سيدنا لقمان ابنه ويقدم له نصائح غالية في حياته حتى يكون الله راضيا عنه ويكون محبوبا بين الناس، فينصحه قائلا له في قول الله تعالى: يا بني أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة، أي أد الصلاة كاملة في أوقاتها. في فرق يا أولاد، لو ربنا سبحانه وتعالى كان قال في هذه الآيات الكريمة أقم الصلاة أو صلي، طب صلي ديت معناها إيه؟ الدنيا مفتوحة، ممكن أصلي في أي وقت، أصلي الظهر مثلا، الظهر عندي مثلا الساعة 1، لا أصلي الساعة 2 قبل العصر، لا. ربنا هنا في الآيات كان بيقول أقم الصلاة، يعني أدي الصلاة تامة في أوقاتها، لا تأخر ولا تقدم. إقامة الصلاة أي أداء الصلاة تامة في أوقاتها، تمام؟ يبقى بينصح ابنه بإقامة الصلاة، دي أول نصيحة، أن ينصح ابنه بإقامة الصلاة كاملة في أوقاتها، فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه وبها يطهر القلب. أيضا نصح سيدنا لقمان ابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني لابد على الإنسان أن يدعو الناس للخير وينهاهم عن كل شر، المنكر كل أمر قبيح. واصبر على ما أصابك، الإنسان عليه أن يصبر، المؤمن بالله عليه أن يكون صبور. وإحنا دلوقتي يا أولاد في فيروس كورونا والوباء المنتشر عالميا، علينا بالصبر وعلينا بالاطمئنان والثقة بالله والأخذ بالأسباب إن شاء الله، تمام حبيبي؟ طيب كمان يا أولاد يأمره بالصبر على كل مصيبة وكل ما يصيبه، لأن الصبر دليل على قوة الإيمان وقوة الإرادة. يكمل لقمان نصائحه وينهى ابنه عن التكبر: ولا تصعر خدك للناس. يعني إيه تصعر خدك؟ يعني تميل بوجهك تكبرا على الناس، ماشي كده شايف نفسك أشيك واحد وأجمل واحد ومحدش قبلك ولا حد بعدك. لا، ما ينفعش، ما ينفعش يا شباب، لا، لازم الإنسان يتواضع. احنا خدنا في نص أخي الإنسان ونصوص تانية كتير إن التكبر ده شيء مش جميل، وإن إحنا اللي اخترنا عيشتنا، محدش فينا اختار يكون غني أو فقير. فالإنسان عليه ألا يختار بنعم الله عليه، تتغرج بالنعم اللي ربنا ادهالك، لأنها مش منك، هي هبة من عند الله ونعمة من عند الله. فالإنسان عليه أن يتواضع لخلق الله. ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشيش كده فرحان بنفسك، أنا ما فيش حد لابس أشيك مني النهاردة ولا عربية حد أشيك مني النهاردة، لا لا، لازم يا أولاد الإنسان يكون ماشي متواضع، تمام؟ يعني بسيط. إن الله لا يحب كل مختال فخور، ربنا بيحبش اللي بيتباهى بنفسه، أنا عندي كذا ورحت هنا وعملت كذا، لا لا، ما ينفعش. ولا تتفخر بنفسك، ما ينفعش تفتخر بنفسك، انا من عيله كذا ومش رحت كذا، لا يا اولاد ما ينفعش. لازم الانسان يحب عشان ربنا يحبك تكون ايه؟ متواضع، لا تختال بنفسك ولا تفتخر بنفسك، تتواضع، تمام يا شباب؟ ونحمد الله على ما رزقنا من النعم.
حمد يا أولاد، لئن شكرتم لأزيدنكم. واقصد في مشيك. إيه اقصد في مشيك؟ اقصد دي جاية من الاقتصاد، يعني اقتصاد اعتدال، اعتدل في مشيتك، تمام؟ لا تجري بسرعة ولا تمشي بالراحة زي السلحفة، لا، يبقى الخطوة بتاعتنا معتدلة، لا هي بالسريعة ولا بالبطيئة. واغضض من صوتك، لازم تخفض من صوتك. اغضض يعني اخفض صوتك، تمام؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الصوت العالي، وشبه الصوت العالي إن هو صوت مزعج، زي صوت الحمار لما بيجي ينهق كده بيبقى صوته مزعج وقبيح، فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الصوت العالي. تمام يا أولاد؟ كده احنا إيه شرحنا الآيات الكريمة، أتمنى تكونوا فهمتوها كويس. تعالوا بقى كده نشوف الكلمة ومعناها. عندي يا أولاد هنا أقم الصلاة، أدها تامة في أوقاتها، تمام؟ المعروف الطاعة لله، المنكر كل ما فيه معصية لله. تصعر خدك، تمل بوجهك تكبرا على الناس، تميل بوجهك تكبرا كبرا على الناس. مرحا مختال متكبر، اقصد يعني اعتدل في سيرك. اغضض من صوتك، اخفض صوتك. انكر الأصوات، اقبحها. طيب يلا بينا ننتقل لجزء تاني، وهو مظاهر الجمال او مواطن الجمال للنص الخاصة بالنص. يلا بينا نفتح صفحة 40 في كتاب الوزارة. من مظاهر الجمال: أقم، أؤمر، إنهى، اصبر، كلها أساليب إيه؟ مين يقول؟ برافو عليكم، سامع ناس بتقول أهو: أقم وأؤمر وإنهى واصبر، أساليب أمر غرضها النصح والإرشاد، برافو عليكم، صحيين يا جريد 6. طيب تعالى بعد كده: لا تصعر خدك للناس. لا اسلوب ايه يا شباب؟ ها، لا اسلوب نهي، غرضه ايه؟ غرضه ان انت تبتعد عن الغرور والتكبر عن الناس. تمام يا اولاد؟ بينفر من الغرور، يعني بيكرهك انك تبقى مغرور، ما تبقاش كده عشان دي حاجه وحشه. اقصد اسلوب ايه ده؟ ولك اقصد في مشيك، اسلوب امر يفيد الاعتدال في المشي والبعد عن التظاهر بالفخر. طب ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ان ده احنا قلنا اي موطن جمال بيبدا بان، بقول عليه اسلوب ايه؟ اسلوب مؤكد بان، يفيد ايه؟ ابتدي اشرح بقى. يفيد التنفير من رفع الصوت اثناء الحوار، يعني ما ينفعش ارفع صوتي وانا بتكلم، لا، خلي صوتك بقدر ما يسمعه الجالسون، يعني الناس اللي قاعده قدامك، يعني على قد مستوى الناس اللي قاعده قدامك، تمام؟ ما يبقاش لا هو بالعالي ولا بالواطي. تعالى كده نتناقش مع بعض في تدريبات الدرس. تعالى اقرأ ثم أجب بما أمر الله عباده في الآية الأولى. يلا مين يجاوب؟ برافو عليكم. إقامة الصلاة أي أداء الصلاة في أوقاتها. طيب أذكر بعض الصفات التي نهى الله عنها. ها، نهانا الله عن إيه يا أولاد؟ ها، نهانا عن إيه؟ لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني ما تبقاش متكبر، عدم التكبر، نهانا عن التكبر ونهانا عن التفاخر بما لدينا. تمام يا أولاد؟ طيب إيه كمان يا أولاد؟ بما صورت الآيات من يرفع صوته، صورت من يرفع صوته بالإيه؟ بصوت مين؟ الحمار. ولماذا؟ لأن صوت الحمار مزعج وقبيح، ومن يرفع صوته فصوته مزعج وقبيح. تمام يا شباب؟ طب انصح زملائك بعدم الافتخار على الناس. انا عايزه ده بقى نشاط منك تعمله ان شاء الله. ماذا يحدث لو تكبر زميل على زميله؟ انا برضو عايزه منك نشاط ده، تمام؟ طيب بكده يا اولاد احنا ناقشنا اهم الاسئله اللي جايه على الدرس ده، واتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس، والى لقاء في درس اخر ان شاء الله. واوعوا تنسوا حل تدريبات البوكلت على نص نصائح اب، تمام؟ اداب ساميه، اسفه، اداب ساميه، تمام يا شباب؟ والى لقاء في درس اخر ان شاء الله.